السلام عليكم. اليوم 17/3 حاطه بالاسود. هذم ست والله في سوايب طيبة وفي فتشاتها طويلة شوي، بس اذا حاشتهم سوايب الحمام تكبر طيح، يعني ما لها خبر. الأسود الحمام الكبار اليوم حمام من ملوت العام اللي احنا نسميه ثلج العام، طبعا نطور وياهم طير بعد رقم ما ادري تغطب لانه طاير يا ربعه. البرشلونية هذه طايره من 15/9 هذه من اول قروب اللي طاروا اليوم. السلام عليكم. اليوم 17/3 الحمام الكبار مرتاح، الحمام يعني مو مطوح ثابت. هذولهم كتالونية البرشلونية بويول قلب الاسد ام ست ارقام مسبق. هذولهم شوفوا هاي الارقام الشذري قدام، هذا الحمار طايحة منه ريشتين بس ما عليه. هذا الأرقام شوفوا الأرقام، شوفوا لوتا الأرقام مسبق. الأرقام والله مشلة. خذوا لهم الحمام عاشتهم سوايب حصان. خذوا لهم هذا الرقم قاعد تلعب اللي بننزعه. ولات المسبق يدل البرشلونيين، طبعا هاي ما في من البرشلوني، هاي في من الارقام خم اربع يدل. هو سواي في فتشات، سواي طيبة بس في فتشات. الأسود هناك شاقح ما أدري يبين ما يبين، التلفون للحين ما طاحت يدي عليه. البرشلونية ماشية الأرقام الشذري، الأرقام الشذري في سوابع ثنتين طايحين، لا تشوفونه شيء لو تقلبونه طايح مشلب لانه يوم فرحناه ما ارتاح مثلهم. اخر واحد طلع وهو ما ارتاح كلش.